امتى بتطلع نتيجته؟ بدها للصبح. إذا بدك أنت روح وارتاح، أكيد تعبت كتير اليوم. خلص أنا بخبرك بس تطلع النتيجة. لا لا، أصلا أنا بعرف إني عم تعبك معي، بس هي الشغلة ما كان فيني أطلبها غير من حدا بوثق فيه. أي تعب هاد، أهم شي إنك تطمن، لأنه يلي عم يعمل التحاليل أنا كتير بوثق فيه. بعرف قديش صعب يلي عم بتعيشه. الحق معه، من امبارح انت ما نمت، ريح شوي بالبيت. ما بقدر، ما فيني. انتي تعرفي علي من وقت طويل؟ ايه انا بعرفه لعلي كتير منيح، بعرفه من زمان. تعرفيه منيح؟ حد غامض وكله اسرار مثله ما فيكي تعرفيه اذا هو ما سمح لك. ما بظن انه هو عنده الرغبة. صح هو بيوثق فيكي، بس الثقة غير الحب. أنا بعرف مشاعرك تجاهه، هذا الشي ما بيخصك. لحق معك، أنا برأيي تسكتي بلا ما يسمعنا ويتضايق من هالحكي الفاضي. ليش لما حضرتك كتبتي له الرسالة ما كنتي عم تضايقي؟ انتي اللي اخذتي الرسالة؟ ما اخذتها، بس رح انصحك نصيحة، لما تكتبي رسالة حب اعرفي وين بدك تحطيها، مو تزتيها وين ما كان وبعدين تستغربي. بدنا نحكي بهالقصة بس مو هون. أكيد جاهزة.